كيف بتحمي نفسك وأسرتك من الإنفلونزا؟ من الأفضل إنك تستخدم منديل تتخلص منه مباشرة بعد الاستعمال، وتأكد من تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس. اغسل إيديك بالماء والصابون باستمرار. احرص على التنظيف المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات. تجنب الأماكن المزدحمة وخليك بالبيت عند الشعور بأعراض الإنفلونزا واستشير الطبيب. حارب الإنفلونزا، صحتنا مسؤوليتنا.